حصل ان احنا عيالنا جم هنا عشان يشتغلوا شغل مباني، بيبنوا شغالين صناعيه بنايين، جم بيتوا في المكان ده الساعه 9 بالليل 10 بالليل، اتصلوا بالمعنيين واتصلوا باهاليهم تعالوا انقذونا احنا بنموت احنا بنغرق. احنا كنا قاعدين في السكن تمام بنبنوا شغالين 100 100 وتعشينا وفي امان الله. الساعه 11 بالظبط نزلت عاصفه غريبه، احنا قلنا يمكن شويه شتاء وهيعدوا، طلعنا وقفنا في حته عاليه لقينا الرمل مهيل علينا ومباني وخشب ودنيا غريبه، قلنا الجامه جام جه السيل اخد اولادنا وكانوا 10 مات منهم 3 كانوا 11 مات منهم 3 والباقيين ربنا نجاهم. الثلاثه 2 طلعناهم امبارح والنهارده عندنا ابننا الكبير مش لاقيين ومختفي من اول امبارح الساعه 11 بالليل واحنا متواجدين في المكان هنا، اهالي بنلف على رجلينا في وسط سيول وفي طريق متكسر، بيوت انهدت على الناس هنا، وفي ناس لسه من عيالنا موجودين في تحت التراب مش عارفين يطلعوه. حضرتك هات هليكوبتر تنزل تشوف الدمار اللي جوه، بيوت متنجله من مكانها ماشيه نص كيلو، بيت ماشي نص كيلو. قالوا لنا رئيس الوزراء جه امبارح، ما جاش حضرتك، جه لحد التقاطع فعلا قاعد 10 دقايق ومشي، واحنا اخواتنا ميتين، احنا شفنا ليله سودا امبارح محدش شاف، والوزراء قاعدين في منازلهم وقاعدين في التكييف ومحدش بيعمل لنا حاجه. احنا في ناس تايهه مننا، لا احنا عارفين ميتين ولا عايشين ولا في مستشفيات ولا في مراكز، دي المشكله. احنا بقى ما يهمناش، احنا عايزين اي حد يجي يطلع لنا الناس اللي مفروضه مننا دي. مش عايزين فلوس ولا عايزين شرطه الجنه ولا عايزين اي حاجه، احنا عايزين الراجل اللي مدفون يطلع لنا، هو دي اللي احنا عايزينه من الدنيا. الراجل ده جاي متجوز وعنده بنت ماشي، جاي ياخد ال 50 جنيه عشان يروح يحطها لها، عايزينه حي ميت عايزينه زي ما يكون، مش عارفين نطلع حد، واللي ينزل ما بيعرفش يطلع اساسا، كله لازم واحد يشيل التاني عشان يطلع بيه. ليه كل ده؟ فين الدولة؟ فين الحكومة اللي هتعمل لنا ده؟ المهندس شريف اسماعيل ربنا معاه الحمل تقيل، بس يعني اذا كان ليه كلمة ممكن يعني اقولها لعله يعني يدورها في راسه، ما تحاولش حضرتك تقلد ست المهندس ابراهيم محلب، لان ابراهيم محلب كان بيعمل الحكايه دي بقلبه، بينزل ويغوص مع الناس. على فكره انا ليا تحفظات كتير ولي حضراتكم على اداء السيد ابراهيم محلب من حيث الرؤيه، انما من حيث الاهتمام بقضايا الناس كان رجل يعني همام، ينزل يقعد مع الناس، سيادتك بتروح تظهر وتختفي كذا مره، يقولوا كده في التقارير ان سيادتك تيجي وما اشوفكش. وعلى فكره ولا احنا كمان بنشوف حضرتك يعني، ولا كمان حتى احنا بنشوف حضرتك، يعني اذا كان انت بتعمل زي ابراهيم لا، ممكن على فكره حضرتك تقعد في مكتبك وتدير البلد اداره رائعه في الكوارث الكبيره زي كده، يصح ان رئيس الوزراء ينزل، لكن برضه مش هي دي القضيه. القضيه انه بتقول لي هبه شلبي دلوقتي انه محافظ اسكندريه السابق اللواء طارق المهدي ولا كل التقدير صارف في السنة اللي فاتت، وانا مش مصدق الرقم، 9 مليار جنيه على صرف الصحة في اسكندرية، مش مصدق الرقم الحقيقة، شايفه 9 مليار رقم مهول يعني، لكن اهو بيقولوا هم في ديسمبر 2014، واحنا كنا رحنا شرفنا بلقاء اللواء طارق المهدي، ورجل كويس جدا على فكرة، وما عرفناش يتشال من اسكندرية ليه الحقيقة. وعلى فكرة طارق المهدي لما دخل التلفزيون المصري عمل شغل كويس وكانت الناس كلها بتحبه في التلفزيون، ما عرفش شالوه ليه عملوه، ما عرفش يعني، انما هو يعني معلش هذه الاشياء يعني تأملوها عشان بس يعني حتى نبقى الدنيا بس الناس عارفة الحكاية. الناس لازم تبقى مشاركاكو زي ما انتوا شايفين، فين الحكومة فين البتاع، يعني على الأقل إذا لم تستطع أن تقدم حلا حقيقيا سريعا فعليك أن يعني طبطب على الناس. ويعني بقول لكم في الآخر رغم أن أنا بحب الحياة الجمعية، لكن في التلفزيون سيادتك عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، اختار اللي يعجبك واتفرج اللي يعجبك واسمع اللي أنت عايز تسمعه. ويا ريتنا ناخد بالنا من الحكايه ديت، انا اول واحد فيكم يا رب نخلي بالنا من الحكايه ان احنا محتاجين نسمع شويه، يعني محتاجين نبعد عن الكلام الكتير ده، زحمه زحمه زحمه. طيب بس فاصل بقى ونلتقي بالتقرير على طول، ولا هنزيع التقرير دلوقتي؟ طيب فاصل ونعود مع حضراتكم مره اخرى ان شاء الله.